ليه النسور لا تصاب بأي أمراض بعد ما تتغذى على الجيف؟ من المعروف إن النسور ما بتاكلش غير بقايا الحيوانات المتحللة، وبيطلق عليها الطائر الزبال أو المنظف، لأنها بتساهم في تنظيف البيئة. الجهاز الهضمي عند النسور بيقدر يتعامل مع أشد الأخطار البيولوجية زي الطاعون والجمرة الخبيثة وداء الكلب وأمراض كتير. لو أكل لحوم فيها طلقات رصاص، الرصاص هيتحلل في معدته عادي جدا. النسور ما بتتأثرش بالبكتيريا السامة إطلاقا، بتدخل معدته تركن فيها بدون أي نشاط. بيحافظ على نظافة قدميه بالتبول عليها، لأنه بينزل حمض اليوريك وده قوي جدا وبيقتل أي ميكروبات. النسور لا تصطاد، بتبحث على الحيوانات الميتة فقط، لأنه يقدر يشم ريحة الحيوان النافق من على بعد آلاف الأمتار، وتحديدا النسر الرومي. افتح أحلام كده، أفتح لقيت كده. وده من التطبيقات الجبارة اللي بتقدر من خلالها تسترجع أي شيء محذوف من تليفونك بكل سهولة، والرابط في التعليق المثبت.